بوشاية كاذبة من مخبر سري يدخل العديد من العراقيين السجون ويخرجون منها جثامين، إذ سجلت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 28 معتقلا في غضون أقل من عام جراء التعذيب والإهمال الطبي الذي بات نوعا من أنواع الضغط على السجناء لانتزاع اعترافات على جرائم لم يرتكبوها. تشير تقديرات نيابية إلى وجود أكثر من 65,000 معتقل بشكل غير معلن، وعشرة آلاف منهم محكومون بالإعدام. ووفقا لإحصائيات لمنظمات محلية ودولية، فإن أكثر من 75% من بين المعتقلين أبرياء، فيما تشير تقارير حقوقية أخرى إلى أن نسبة النساء والفتيات في السجون العراقية تصل إلى أكثر من 1000 معتقلة، مع استغلالهن بطرائق مختلفة. رسميا لا توجد إحصائية لعدد السجناء في العراق، لكن أرقاما متضاربة تؤكد أنها تزيد على 100,000 سجين يتوزعون في زنازين وزارات العدل والداخلية والدفاع، فضلا عن سجون تملكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي. وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين من أبناء المدن المحررة، ذوو المعتقلين هم أيضا ضحايا، إذ وقع العديد منهم لعمليات ابتزاز في السجون. الانتهاكات تتمثل أيضا بتدوين أقوال السجناء أثناء التحقيق من غير تعذيب، وإذا لم يرضخوا لهذا الابتزاز فإن المعتقل سيتعرض للتعذيب ويدلي باعترافات قد توصله إلى حبل المشنقة. المأساة لا تتوقف عند هذا الحد، فعدد من المعتقلين يقرر القضاء إطلاق سراحهم، لكنه يشترط ألا يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى، أمر يفتح الباب لبعض الضباط لمساومة عائلة المعتقل على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 60,000 دولار من أجل مفاتحة الدوائر الأخرى لاستصدار كتاب يثبت عدم مطلوبيته. وهذا غالبا ما يجري في قضايا تشابه الأسماء بحسب تقارير حقوقية. في العراق بات التعذيب في السجون سلوكا ممنهجا تتبعه سلطاته، على الرغم من توقيعها العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب. ومع كل فضيحة اكتفت الحكومات المتعاقبة بتشكيل لجان تحقيق من دون وضع حد للانتهاكات الفظيعة داخل الزنازين.